أهلا بكم إلى أهم أخبار ليبيا، وهذه عناوينها: ضبط شبكة لتهريب البشر في بنغازي، الصحة الحيوانية تحذر من إنفلونزا الطيور، وأبو دبوس يصل إلى نهائي الدور العالمي للكاراتيه. أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على عصابة لتهريب البشر إلى إيطاليا من منطقتي دريانا وقنفودة، وأوضحت المديرية أن العصابة مكونة من 5 أشخاص، أحدهم ليبي الجنسية و4 آخرين من جنسيات مختلفة. قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير الخارجية أنطونيو تيجاني إن بلاده تتطلع إلى منح زوارق دورية لخفر السواحل الليبي لوقف عمليات الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لضمان أمن حدودها. دعا المركز الوطني للصحة الحيوانية أصحاب حظائر الدواجن المغلقة إلى ضرورة اتباع إجراءات الأمن الحيوي داخل الحظائر، محذراً من مرض إنفلونزا الطيور الذي سجل انتشاره في دول شمال البحر المتوسط. أعلن مكتب النائب العام رفع دعوى قضائية ضد 25 متهماً، من بينهم مديرو فروع المصرف التجاري الوطني وموظفون فيه ومفوضو إدارة حسابات الشركات وزبائن لدى المصرف، بتهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام والفساد وغسل الأموال. نجح البطل الليبي محمد أبو دبوس في الوصول إلى المباراة النهائية من الدور العالمي للكاراتيه المقام في دولة إندونيسيا بميزان تحت 75 كيلوغراماً، ويطمح أبو دبوس لتحقيق الفوز في المباراة النهائية والحصول على الميدالية الذهبية. استأنف مطار الكفر الدولي استقبال رحلات المدنية بعد توقف لنحو 3 سنوات، وهبطت على مدرج المطار أول رحلة جوية قادمة من مطار معيتيغا الدولي في طرابلس. الخطوط الجوية الليبية أعلنت من جهتها تسيير رحلاتها من بنغازي إلى الكفر ذهاباً وإياباً. نهاية النشرة وإلى اللقاء.